وهنروح معاكم لجنوب سيناء، وفوق قمه جبل الرجوم بجنوب سيناء بارتفاع اكثر من 1600 متر تم وضع حجر اساس مرصد فلكي جديد من المستهدف ان يكون ضمن الاكبر في الشرق الاوسط. حقيقي خبر مهم جدا يا جمانه، وخبر يعني يعتبر كده اضافه وانجاز علمي جديد في الدراسات الفلكيه في مصر، وكلنا منتظرين هذه الاضافه العلميه. نعرف تفاصيل اكتر معانا على الهاتف دكتور اشرف شاكر رئيس قسم الفلك بالمعهد القومي للبحوث الفلكيه. بنصبح على حضرتك يا فندم، صباح الخير. صباح الخير استاذ محمد. يعني مشاهدين ان شاء الله مرصد فلكي جديد فوق قمه جبل الرجوم بجنوب سيناء، ارتفاع اكثر من 1600 متر، اهميه هذا المرصد يا فندم؟ او حضرتك اماكن الرصد الفلكي في العالم كله قليله جدا. يعني اوروبا ما تقدرش ترصد فيها رصد فلكي خاص، عشان كده بيلجأوا لمرصد الاوروبي الجنوبي اللي موجود في شيلي او في جزر الكناري او في هاواي. فعين العالم كله كانت على مصر، لان مرصد القطاميه الفلكي اللي اتعمل في الستينات في مركز العاصمه الاداريه دلوقتي ده ساهم في هبوط الانسان على سطح القمر، وعمل ارصاد عظيمه جدا للبشريه وللاتحاد الفلكي الدولي. لان مصر زي ما حضرتك عارف احنا عايشين على 4% من المساحه بس. حتى اماكن الرصد الفلكي في مصر موجوده تتركز في سيناء وفي جنوب جبال البحر الاحمر، لان منطقه البحر الاحمر تعتبر منطقه سياحيه دلوقتي، فهنعاني من التلوث الضوئي فيها. فسينا تعتبر كنز للعالم كله، خصوصا للاتحاد الفلكي الدولي، ان احنا ممكن نعمل فيها مدينه لعلوم الفضاء والفلك. جميل. مدينه علوم الفضاء والفلك دي هتفيدنا بايه؟ هتفيدنا حضرتك ان احنا شغالين في قمه التكنولوجيا العالميه. يعني قمة تكنولوجيا التصوير، قمة تكنولوجيا التحكم، الأجهزة، الحاجات دهيت. ودي كانت الفكرة من إنشاء المرصد من أيام محمد علي، وده اللي ساهم في بناء مصر الحديثة. فإن شاء الله نتوقع هيبقى عندنا أولا الطريق الحمد لله كويس جدا، غير الطريق من الجنوب بناخده من عند نخل دلوقتي، فالطريق كويس جدا مهدناه. قمم الجبال عدة جبال مستوية بجانب بعضها، فممكن نعمل فيها ان شاء الله هنعمل فيها تلسكوب مرئي. جميل. زي القطاميه، بس هيبقى 6.5 متر المرآة بتاعته. هو مش هيبقى من الاكبر، هيبقى الوحيد في الشرق الاوسط. حتى لغايه دلوقتي مرصد القطاميه الفلكي يعتبر الوحيد في الشرق الاوسط، مفيش مثيل ليه غير في جنوب افريقيا. طيب دكتور، ايه القطاعات اللي مستهدف انه يشملها مبنى المرصد الجديد واللي هيكون متميز بيه دونا عن غيره من المباني الفلكيه حتى وان كانت قليله؟ حضرتك سيناء مركزها في العالم كله نادر جدا ان انت تلاقي منطقه 300,000 كيلو متر ما فيهاش تقريبا غير عدد بسيط جدا من السكان. فحضرتك اول ما بتعدي النفق بتحسي ان النور طفى. فطبعا ده بالنسبه لعلماء العالم كله، بالنسبه للفلك ممكن يعني انا بقول لحضرتك المرصد الاوروبي الجنوبي دلوقتي بينافس جيمس ويب وبينافس هابل سبيس تلسكوب. لكن دي دكتور يمكن دي الظروف الطبيعيه، انا بتكلم على احنا اوجه تقدمنا. ما انا بقول لحضرتك كظروف طبيعيه ده من احسن الاماكن في العالم للرصد الفلكي. ده يخلينا نعمل ايه؟ يخلينا نفكر في مدينه فضاء عالميه. مدينه فضاء عالميه هيبقى فيها منظار مرئي، هيبقى فيها منظار رادياوي. مصر لغايه دلوقتي ما فيهاش منظار رادياوي كبير. منظار رادياوي بيفيدنا ان اي حاجه بتدخل السماء المصريه، سي نيزك، سي قمر صناعي بيسقط، سي اي حاجه من دي بنقدر نرصدها حتى لو كان حجمها صغير جدا. زي رصد الثقب الاسود تم عن طريق المناظير الراديويه. للاسف مصر والشرق الاوسط كله ما كانش فيه منظار رادياوي كبير، عشان كده ما اشتركش في مشروع رصد الثقب الاسود اللي هو كان مشروع عالمي وكان معظمه موجود في امريكا الجنوبيه وامريكا الشماليه. طيب دكتور، فنبقى عندنا مدينه لعلوم الفضاء بتشمل الفلك، بتشمل رصد الاجسام القريبه من الارض، بترصد بتشمل منظار رادياوي، بترصد طبعا محطات للزلازل. لان حضرتك دي في وسط سيناء تقريبا المنطقة خالية من التلوث الضوئي، المنطقة خالية من حتى من التلوث. فكل الظروف يعني ملائمة يعني هو لو ما كانش ملائم حضرتك ما كناش اخترنا الموقع. طب أنا عايز أسأل الموقع. عايز أسأل حضرتك، طبعًا هيبقى في مواكبة للتقدم التكنولوجي وكل ما هو جديد في علوم الفضاء والاستكشافات الفلكية، لكن عايز حضرتك مثلًا أي حد بيتابعنا دلوقتي ممكن يسأل السؤال ده. أهمية ده لينا إحنا كمصريين يعني كرجل الشارع العادي، إن يبقى عندي أول وأهم مرصد في الشرق الأوسط، ده ممكن ينعكس على حياتنا اليومية إزاي؟
حضرتك لو انت درست تاريخ المرصد من 1839 لغايه النهارده هتلاقي ان كل العلوم اللي موجوده في مصر دلوقتي بدات في المرصد. سي علوم الارصاد الجويه، سي المساحه، اول 10 خرائط لمصر بناها محمود باشا الفلكي اللي هو متسمى على اسمه ميدان الفلكي. ميدان الفلكي صحيح. اللي عمل النهضه العلميه في مصر كان علي باشا مبارك. كان وزير التخطيط اللي ساهم في اول خطه خمسيه لمصر بعد ثوره 52 دكتور ابراهيم حلم عبد الرحمن، كان استاذ في المرصد واستاذ في قسم الفلك جامعه القاهره. فحضرتك بناء مصر الحديثه بدات 1839 لما محمد علي بنى مرصد بولاق وبعد كده مرصد العباسيه وبعد كده مرصد حلوان. ابو النيل اللي هو رسم خرائط النيل كلها والثروات المعدنيه وكل اللي حضرتك بتشوفه من نهضه علميه في مصر دي بدات في المرصد. المرصد 1839 يعني قبل جامعه القاهره باكثر من 100 سنه. ما كانش فيه تعليم في مصر، التعليم اسسه اتحطت عن طريق المرصد. كان فيه فيزياء وفلك وهندسه وجيولوجيا وجيوفيزيكس وكل اللي حضرتك تتخيله. يعني يمكن انا كنت ساهمت في محاضره كان في المعهد مع الصحفيين قعدت اكتر من ساعتين عن دور المرصد في بناء مصر الحديثه. ده لان حضرتك خريطه طابه نفسها اترسمت في المرصد باجهزه المرصد المساحيه قبل ما يبقى فيه مصلحه للمساحه. جميل جدا نعرف المعلومات دي كلها منك واهميه المرصد ده مع بدايه انشائه حتى الان والجوانب العلميه اللي حضرتك ذكرتها مهم جدا، بناء مصر الحديثه والخرائط والتحولات اللي كانت بتحصل سواء على مستوى الجغرافيا على مستوى ايضا الحركه الخاصه بتغيرات المناخ او الارض ارتبطت بالمرصد الفلكي. إضافة جديدة جمانة مهمة جدا، مرصد هو قال لنا دكتور أشرف مش الأهم، ده الأول في الشرق الأوسط، هيكون فوق قمة جبل الرجوم بجنوب سيناء على ارتفاع 1600 متر. بنشكرك شكرا جزيلا دكتور أشرف شاكر رئيس قسم الفلك بالمعهد القومي للبحوث الفلكية.